مرحبا جميعا. في ظل هالظروف المأساوية اللي عم نعيشها والحزن الكبير اللي ما بظن رح يجي أكثر من هيك أيام سيئة على هالشعب وعلى هالبلاد، بداية بدي أتشكر الدول اللي عم تساعد سوريا، لأن سوريا اليوم مجروحة عم تنزف وهي بحاجة دعم. كل البلدان بحاجة إنه نحنا نرفع هالهاشتاغ اللي هو ارفعوا العقوبات عن سوريا، سوريا ما لازم، شعب سوريا ما لازم بهالشي اللي عم يصير. سوريا اليوم وأطفال سوريا وأهل سوريا كلاتهم بحاجة لدعمكم، بحاجة لأكل، بحاجة لتياب، بحاجة لأغطية، بحاجة لدواء، بحاجة لمشافي ميدانية، بحاجة إلى مازوت، بحاجة لبنزين، بحاجة لأي شيء بتقدروا تقدموه. سوريا اليوم موجوعة وهي بحاجتكم.